كانت ستأخذ أبعاد أكبر مما أخذتها لحد الآن، لأنه هذا اللاعب 8 مرات مثل ما قلت لك في 10 ملاعب كاملة، 10 حالات عنصرية منذ بداية الموسم في الدوري الإسباني حسب خافيير تيباس، 9 منها كانت كلها ضد فينيسيوس جونيور، عبارات عنصرية تقريبا كما يقول لك بالعامية بالعربية فصحنا دين هذه العبارات العنصرية. صعب أنك توصف إنسان بالقرد أكرمكم الله، صعب التجريح، صعب هذه الأمور كلها. أعطينا بعض الصور نعلق عليها ونعطيكم ماذا حدث اليوم وردود الأفعال حول قضية فينيسيوس. إذن فينيسيوس عبر الصورية، الجائزة التي ربحها العنصريون كانت طردي، إنها ليست كرة القدم إنها الليغا، في إشارة واضحة لتي باس وسنتحدث عنه بعد قليل. أيضا لسوء الحظ ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع، أنا موافق لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين حتى لو كان بعيدا عن هنا. نعم. في تصريح ثالث، هذه الواقعة لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني. فينيسيوس اليوم شهد في ميران ريال مدريد متأثرا للغاية بسبب ما وقع له أمس وكانت معنوياته في الحضيض. قال أيضا بأن الرابطة تعتقد أن هذا أمر طبيعي والاتحاد يفعل ذلك أيضا ويشجع الخصوم. أنا آسف جدا، البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي اليوم تنتمي إلى العنصريين. شاهدنا اليوم ردود فعل طويلة وعريضة من جيان أنفانتينو رئيس الفيفا الذي تضامن مع فينيسيوس. شاهدنا أيضا الظاهرة رونالدو أقحم نفسه في معركة فينيسيوس وانتصر له. شاهدنا تشافي أيضا يتحدث عن واقعة فينيسيوس ويصفها بالواقعة المؤسفة. لكن فينيسيوس لتيباس ميدو عندما قال له أنت تتساوى مع العنصريين، لماذا لم يفعل أي شيء رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم في قضية فينيسيوس رغم أنها تتكرر كل أسبوع ومن واجبه ومن صلاحيته أن يتدخل بقرارات حاسمة وصارمة؟ مش من قرارات تتخذها تيباس حاسمة، ملك إسبانيا هو، هو وزير خارجية، كل أسبوع نندد وندين، وماذا سيفعل تيباس؟ يدير قرارات. شوف هل ماذا فعل الاتحاد؟ يدير قرارات. معليش سؤال، باروتي اللي يلعب في الانتر والميلان وموزا وغيرها من الانديه الايطاليه توقفت العنصريه في ايطاليا؟ لا 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 خلينا نروح لبالوتيلي. نقصد روح الملعب فيرونا، روح الملعب ايلاس فيرونا، ماشي في 10 ملاعب، شوف العنصريه كيفاش تمشي بالعوائل. هذا الموسم في الدوري الاسباني في كل الملاعب تعرض فينيسيوس للسخريه وللتنمر ولعبارات عنصرية. هذه الأمور باش تاخذ قرارات هي قرارات سياسية وليست قرارات. أنا نعم. من أكبر الناس اللي ما تحبش خافيير تيباس، لكن خافيير تيباس الآن فينيسيوس وصف إسبانيا بأنها بلد العنصرية. هنا اللي كانت ردة الفعل عنيفة من بعض الصحفيين أمس ليلة أمس، قالوا له هنالك أشخاص عنصريين لكن لا توجد عنصرية في إسبانيا. لكن لم يشعر بأنه محمي. أنت تعرف جيدا بأن إسبانيا منذ 3 عقود ولا 4 فقط خرجت من الحرب الأهلية، وما صاحبها بعد ذلك من سنوات طويلة من العنصرية بين الإسبان. لكن الرجل لم يحميه أحد ميدو، وجد نفسه يواجه الأنصار بصدر عاري في كل مواجهة، وجد نفسه يدخل في مشاكسات ومناوشات مع الأنصار، وجد نفسه يتعرض للبطاقات الحمراء والصفراء. لا لا لا، في كل لا أول طرد فهد 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 شحال تلقى من بطاقة صفراء، شحال دخل في مناوشات مع الحكام، لم يحميه لا الحكام ولا إدارات الملاعب التي كان ينشط فيها، ولا الأنصار تسامحوا معه، ولا الصحافة وقفت وقفة رجل واحد لتدين مثل هذه الأعمال. ولما يصف في إسبانيا بأنها بلد عنصرية ينتفض الصحفيون للدفاع عن إسبانيا، يعني غاضتهم كلمة إسبانيا بلد عنصري ولكن ما غاضتهمش فينيسيوس قرد. هذا هو الكيل بمكيالين ميدو. أكيد لما غاضتهمش، لكن غاضتهم أيضا فيه تضامن كبير أيضا من الصحافة الإسبانية مع اللاعب، ما تنساش هذا الشيء، تضامنوا معه ضامنت مع الصحافة المدريدية لا ميدو. حتى الصحافة المدريدية، كل الصحافة الإسبانية ضامنت معه، حتى تشافي ضامن، حتى تشافي ضامن معه، بلغ السيل الزوبة أمس يعني وصفوه بكل بشتى النعوت ميدو.
ايه وش والله راح واحد عمل له حركات قرد ما لا كان فيها لا صوت قرادة ولا حركات قرد كان زادوا قالوا له غبي لما كان خارج انت ايه طونطو عادي بالاسبانيه حتى في ندوات صحفيه تقال راح شوف ندوات صحفيه كارلو انشيلوتي كم من مره يسالوا الصحفي يقولوا ريس طونطو امبري يعني انت غبي عادي عندهم هما هاد الكلمات فقط كلمة إيريس أون مونو قبل بداية المباراة وبعد ما حدث خلف المرمى تلك كانت العبارات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس في هذه المباراة في مباراة ألميريا في مباراة مايوركا في كل مرة يروح للملاعب الفرق التي تعاني يتعرض لشتى أنواع الاستفزاز والعنصرية هذا شيء مفهوم وهذا شيء مدان ولا يمكن أن تصف إنسان خلقه الله بالقرد نعم فينيسيوس رد فينيسيوس رد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على تغريدة تيباس رئيس الرابطة الإسبانية وقال مرة أخرى بدل من انتقاد العنصريين يظهر رئيس الرابطة الليغا على وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمته هل هذا منطق هل هذا عقل غير منطقي محمد شوفوا اللاعب هنا راه الناس راهي تهجم عليه والمشجعين بكل شتى الطرق هذا يعني اللي يقافوا فوق أرضية الميدان راه تكلم هو قال لك الغارة تاعهم أنهم كانوا يريدون طردي فتم طردي شوفوا أن هذه مجرد كرة قدم محمد أخذت أبعاد يعني راح تأخذ أبعاد سياسية هنايا ونعرف أن في إسبانيا حدثت مثل هذه الأشياء في السابق هذه ليس أشياء جديدة على إسبانيا أو إيطاليا شفنا مع ساميال إيطو في إيطاليا شفنا مع بالوتيلي كما تكلم ميدو عدة لاعبين صاروا لهم يعني صارت لهم هذه الأشياء لكن أنا وش شوف محمد شوف أن فينيسيوس لاعب شاب لاعب لي راه في مقتبل العمر لاعب لي راه يقدم أداءات مبهرة لماذا إلا فينيسيوس محمد هناك عدة لاعبين لينتميوا لجنسيات أخرى ما عندهمش مهاجم هذا ما قاله تيباس قال كان 200 لاعب ذوي بشرة سوداء في الدوري الإسباني ومن جنسيات لماذا يتعرض فقط هو للهتافات العنصرية هنا علامة الاستفهام الكبرى لماذا فقط فينيسيوس ولماذا عبارة القرد ولماذا هذه عبارات للقيس هذه الإجابة سهلة على شيء آخر هذه بيناتنا ميدو انت راك تبحث على الجواب يعني تبحث الجواب باش تقول يعني هو اللي مثير للمشاكل والباقي لا ما قلتلكش هو مثير للمشاكل هذه سهله الجواب ميدو هذه الجواب عليها سهل جدا يعني فينيسيوس يتعرض للعنصريه ويتعرض للتنمر ويتعرض للاستفزاز لانه افضل لاعب في الدوري الاسباني حاليا افضل لاعب تقدر تقول في العالم وربما من افضل ثلاث لاعبين في العالم حاليا هو المدير العنصريه افضل جناح ربما في العالم في الموسم الاخضر هي الانصار يعني لما يديروا عنصريه ضد روديغار او ضد الابا او هذا لا ينفعهم في شيء ولكن لما ياثروا على فينيسيوس فانهم ياثروا على ريال مدريد هم خرجوه البارح من المباراه مع ان المباراه كانت مهمه نعم لاعب بمعنويات منحطه ما قدرش يوصل المباراه دخل في مناوشات وبعدين تعرض إلى الطرد ونجح الأنصار في مسعاهم وهو قال هذا الأمر قال لقد نجح العنصريون في طردي من الملعب ألا تعتقد بأنه هذا هو الجواب الصحيح يتنمرون على فينيسيوس لأنه الأفضل حاليا في إسبانيا وربما في العالم بالفعل أنا معك طرح أخوي أبو حمد يعني مام كارلو أنشيلوتي قال لهم بلي أحسن لاعب في ريال مدريد تعرض لعبارة عنصرية يعني صافيتو دير لاريزيمي قال لك يعني ما خيروش هكذا يعني بالحظ خيروا فينيسيوس أو خيروا لاعب آخر يعني خيروا فينيسيوس على بالهم بلي هو احسن لاعب الجميع يرى من هذا المنظور الا ميدو يعتقد ربما بانهم بانه فينيسيوس يثير المشاكل لذلك يتعرض لا يثير المشاكل فينيسيوس معليش نسق انا دوك نسق في روحي اللي تيكا تاع العنصري فينيسيوس يثير المشاكل في الملعب امام تاع الجامع بعد هو الشرط يثير المشاكل ميدو كيكون اختلاف يثير المشاكل يثير المشاكل يثير المشاكل لا بدون رد فعل يثير المشاكل فينيسيوس انت بعظمه لسانك قلت لنا ميدو قبل دخول اللاعب الى ارضيه الميدان في المباراه منذ وصوله الى الحال نبدا التنمر حمله التنمر قد شتائم عنصريه تعرض لها فينيسيوس في كل الحالات بدا في هذه المباراه في فالنسيا كان وليش قبل بدايه المباراه من شتموه ما خليتنيش نبدا بها مع الاول من شتموا فينيسيوس قبل بدايه المباراه هم من كانوا خلف الحافله اولئك يدعون الراديكاليستا وهم ممنوعون من دخول ملعب المستايا مدى الحياه منذ سنوات الشتائم اللي كانت خارج الملعب نحكيك بالديتاي جو ديتاي والسرى قبل الشتائم اللي كانت قبل المباراه من الراديكاليستا وهم ممنوعون من دخول ملعب المستايا هذا واحد اثنين لما دخل ارضيه الميدان من شتمه بعبارات عنصريه قذره كانت الانصار اللي كانوا في المدرج تاع لي زولترا اللي جاي خلف مرمى موداشفيلي في الشوط الثاني وليس يعني ملعب فوق الحساب هذو انصار فوق الحساب
كيفاش انصار فوق الحساب؟ يعني ما يحاسبوهمش هادو انصار عادي يعني شتمو كانوا فقط خلف المرمى هادو انصار ما يتحاسبوش. انت وكانك تقول لي شتمو كانوا خلف الملعب ينتمون لانصار فالونسيا. انت الان فقط مجرد حوار مفعلته وصرت يعني ما فعلتش. لا لا واللاعب يتعرض للتنمر والعنصريه في كل اسبوع عدد كبير ومن 70 على انا قلت العكس. مناصر راك تقول هو مثير للمشاكل وانا قلت مثير للمشاكل اتفق معها يعني سفيان. انا واش ما اتفقش يعني انت قلت لي زول ترى خويا ميدو حكموا واحد شرطه فالونس اليوم قال لك القوا القبض على يعني شخص واحد. نعم يعني كاين شخص توفى من الاشخاص اللي اقتادوهم توفى في نهايه المباراه اقتادوهم من مركز الشرطه توفى في المستشفى بعد نهايه المباراه. هذا ايضا ما هو شخص واحد ربما يلقى. هل تتفقون مع عبارات عنصريه؟ لكن ماشي ملعب 55,000 اللي كان يشتم بعبارات عنصريه. ما نكيلوش حنا ثاني بميكيالي نروحوا مع فينيسيوس لما كان خارج لما كان خارج فينيسيوس ماشي الملعب كامل كان ينادي ايها اللاعب الغبي. ايه عباره عنصريه هذه غبي يعني غبي خلاص حط كلمه غبي انا في قاموس المديح يعني كانوا يمدحوا فيه. لا لا غبي كانوا يشجعوا فيه بروفوكاتريس ماشي عنصري استفزازيه كل شعب دخل في الشتم الشعب في رمضان كل شعب ولا كولتور ديالو يعني غبي ماشي شتم في اسبانيا. في اسبانيا ليست غبي شتم في ليست شتم في اسبانيا غبي طنطو ماهيش شتم. يعني تكون تمشي في الطريق وخد يقول لك غبي تقدر تقول له شكرا عادي. طنطو ليست عباره شتم في اسبانيا في اي قاموس تابعها انت؟ أنا أحكيك في إسبانيا قلت لك معلش في إسبانيا في أي قاموس وعقليته في أي قاموس نضحى طونطو في أي قاموس طونطو طونطو تو قال لا لو كانت عبارة شتم وغيره وبرويبيدا يعني ممنوعة لما كان يقولها المدربون واللاعبون في الندوات الصحفية. لذلك من 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 مدوش الحق لواحد برك على كاع الناس. لا جماهير فرنسيا أخطأت خطأ كبير جدا. الليغا كما يقول لك بعد قضية نيغريرا جات قضية فينيسيوس يعني إتيكات سور إتيكات توسخت الليغا أكثر. كان معروف الدوري الإيطالي هو اللي فيه العنصرية. أمس ما حدث هو عنصري 100% وأكثر من ذلك. أنت تصف واحد إنسان خلقه ربي سبحانه يعني في كامل أوصافه. ريال مدريد يصعد أزمة فينيسيوس للقضاء.